ودماؤنا وأرواحنا ليست أغلى من دماء وأرواح أصغر شهيد قدم روحه غالية في سبيل هذا الوطن وهذا الدين وهذه المقدسات. طب تحيا مميزا يا أبا إبراهيم، نحن على العهد باقون، إما أن تزول إسرائيل وإما أن نزول، وإن عهد الله المفعول. رسالتي إلى بني صهيون، لا تغتروا كثيرا بنصركم، نهايتكم لا محالة قادمة، ولكن على يد أبطال تربيهم هذه المعارك، وتربيهم قساوة الأيام وقسوة العيش، وتربيهم هذه الحروب، ويربيهم كلام الله عز وجل وإيمانا وتصديقا به، ويربيهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن غدا لناظره قريب. وأحب أن أطمن أمتنا في جميع أنحاء العالم ولكل أحرار العالم أنهم يمكنهم أن يكونوا مطمئنين على وضع المقاومة الفلسطينية في أراضينا المحتلة عامة وفي قطاع غزة، وأن خزان الثورة الفلسطينية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا يمتلك قدرات رائعة وممتازة. لا يعني مقتل السنوار أنه انتصار، بل إنما هو عجز وفشل للجيش الإسرائيلي الذي لم يستطع أن يقتل السنوار خلال عام كامل. إذن هناك عدة شخصيات مثل السنوار، كم يحتاج إسرائيل لكي يقتل هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الرجال الثابتين على الحق؟ أحب نقول ونبلغ للقيادة الإسرائيلية إن مهما قتلتوا 1000 سنوار هيطلع لكم واحد أشد تنكيلا بيكم، طالما أنتوا مصرين على الغباء السياسي. ممكن نعرف لما أنتوا بتختاروا الناس دي كلها أنتوا هتقدروا إن أنتوا تتفاوضوا مع مين؟ مفيش تفاوض، إن شاء الله فلسطين منصورة. أننا إن كنا نخشى الموت فنحن نخشى الموت على فراشنا كما يموت البعير، نخشى أن نموت في حوادث الطرق أو بجلطة دماغية أو بسكتة قلبية، لكننا لا نخشى أن نقتل في سبيل ديننا وفي سبيل وطننا وفي سبيل مقدساتنا. صدق الله فصدقه الله، واستشهد وهو يدافع عن شرف الأمة العربية والإسلامية، وروى بدمائه أرض فلسطين. فأيها القائد العظيم أبا إبراهيم، نم قرير العين، فإن أمتنا العربية والإسلامية لن تنساك. يبقى في حقنا نحن خارج فلسطين أن نراجع هذا الهتاف، الجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، ونعرضه على قلوبنا، هل نحن صادقون في اعتبار أن الجهاد سبيلنا؟ وهل نحن صادقون فعلا في أن الجهاد أسمى أمانينا؟ هذا ما يمكن أن تثبته الأيام.